مساء الخير وتحية رياضية مشاهدي ام تي في وين ما كنتوا عم تتابعونا بلبنان والعالم. ختام المرحلة 13 الثانية ايابا من دوري الفا لكرة القدم بمباراة النجمة والنبشيت مباشرة لليوم الثاني على التوالي. نحن معكم من ملعب صيدا لترقب هالمواجهة المهمة جدا بالنسبة لفريق النجمة. مرة جديدة عم يدخل النجمة إلى أحدى المباريات وهو تحت ضغط تحقيق الفوز، وخصوصا بعد فوز العهد بافتتاح المرحلة بنتيجة 1-0 على الشباب العربي، وبالتالي مهمة النجمة هي الاقتراب مجددا من العهد يلي بيبتعد عنه مؤقتا بفارق 4 نقاط. 29 نقطة للعهد بالصدارة، خلفه النجمة تماما ب 25 نقطة. أيضا خسارة الأنصار امبارح أمام طرابلس تجعل من النجمويين أو مهمة النجمويين تجعلها يعني أساسية الفوز بالنسبة لأنه ليه؟ لأنه أيضا بدهم يبعدوا على الأنصار ويحصروا المنافسة مع العهد لتكون منافسة ثنائية بين الفريقين يلي رح يلتقوا للمفارقة بختام دوري ألفا وبالمرحلة الختامية. على كل حال مواجهة النجم اليوم الكل بيعرف أنه ما رح تكون سهلة، لأن بكل بساطة النجم عم يواجه فريق قدم نفسه بشكل جيد بالأسبوع الماضي عند مواجهة الأنصار، هو النبشيت. فريق لاعبينه بيتمتعوا بلياقة بدنية عالية، بروح إيطالية أيضا عالية. النبشيت شوي شوي مع المدرب أحمد حافظ فارس عم يفرجي أنه عم يتطور وقادر منذ شكل اليوم يحقق نتيجة إيجابية في حال قدم نفس الأداء يلي قدمه بمواجهة الأنصار. مساء الخير لكل مشاهدي الام تي في. تشكيلة فريق النجمة على السريع: عباس حسن، ياسمن المدافع المقدوني، قاسم الزين، علي حمام. اليوم تغير باللحظات الأخيرة علي حمام، وبدلا منه صار في موجود حسن العنين من بعد ما كان علي حمام بالتشكيلة الأساسية. ماهر صبرة، داركو اللاعب المقدوني الثاني، أحمد جلول، نادر مطر، حسن المحمد، علي سلمان، وحسن معتوق. هيدي التشكيلة الأساسية لفريق النجمة لمباراته اليوم بمواجهة فريق النبشيت. أما بتشكيلة النبشيت اليوم: أحمد تكتوك بحراسة المرمى، رباعي خط الدفاع أمامه علي حمي، إسماعيل فاضل، حسن هزيمي، حمزة عبود، بخط الوسط إبراهيم بحسون، أكاتي ودينيس إلى جانب إبراهيم بوحمدان. أما ثنائي الهجوم فهني علي الموسوي وحسين رزق على مقاعد البدلاء، مصطفى بواب، بلال نصر الله، محمد الموسوي، مالك الموسوي، حسن علوي، سلطان حيدر، ومايكل مارتنز. طاقم حكام من قبرص هن كريستوس نيكولايدس، اندرياس ميكايليدس، واوميروس تزيورتسيس هن يلي عم يقودوا المباراه، الى جانب الحكم الرابع ماهر العلي. بهاللحظات اذا عم ينطلق اللقاء على ملعب صيدا البلدي. طبعا الاجواء المناخيه قبل بدايه اللقاء كانت مقلقه للكل، بالنسبه للاعبين، بالنسبه للمدربين ايضا يلي كانوا عم يشوفوا ارضيه الملعب قبل فتره التحميه، وبالنسبه للجمهور يلي حضر الى ملعب صيدا، جمهور النجمه تحديدا يلي حضر انما موجود فوق المنصه الرسميه، منه موجود بالجهه المقابله مثل ما تعودنا نشوف جمهور النجمه. على كل حال الامور كلها مناسبه لاقامه المباراه اليوم من بعد ما الكل طرح علامات استفهام اذا رح يكون يعني في هناك تاجيل للمباراه، لكن كلنا بننتظر بعد انطلاق اللقاء انه نشوف مباراه حلوه، مباراه هجوميه. امبارح لقاء الانصار وطرابلس حمل مفاجاه بفوز طرابلس، لكن يلي تابع اللقاء بيعرف فارس انه ما كانت مفاجاه ابدا. يمكن البعض قال انها مفاجاه، لكن طرابلس قدم نفسه بشكل جيد وقدر يفوز ويحقق 3 نقاط مهمه جدا. كرة من عباس حسن كانت ببداية المباراة مع فريق النجمة. اليوم الضغط مثل ما قال شربي كثير كبير على فريق النجمة، مطالب بالفوز، ولا شيء غير الفوز يخلي المنافسة بينه وبين العهد والفارق بيناتهم نقطة واحدة. السؤال: شو راح يعمل اليوم فريق النجمة بمواجهة فريق رائع جدا مثل نبشيت، بيلعب فعلا كرة حلوة كتير، يمكن الحظ ما كتير عم بيساعده ليكون بهالمركز المتأخر حاليا. أمام الكرة لفريق النجمة، فرصة لفريق النجمة على حدود منطقة الجزاء، يمكن نشوف تسديدة أولى بالمباراة، وكان كان فريق النجمة يفتتح التسجيل. داركو عم بيسدد، عم بيخلق الخطر، الخطر موجود، وأحمد تكتوك كان عم يبعد الكرة لركلة ركنية. خطر النجمة بلش ببداية المباراة بالإعادة، منشوف التسديدة القوية كثير، والتكتوك كادت تخدعه الكرة، الركلة الركنية بتتنفس، الخطر موجود بالإعادة، عم نشوف الكرة، فرصة لفريق النجمة ومعقول كثير. لا لا، هالمرة ما زبطت أبدا،
من ناحية فريق النجمة والتسديدة كانت ضعيفة كثير. التكتوك بمواجهة فريق السابق بمواجهة فريق النجمة اليوم، السؤال شو رح يعمل تيو بوكر والأمال المعقودة عليه لهالمباراة، خاصة أنه الأسبوع المقبل فريق النجمة رح يتوجه للشمال لمواجهة فريق طرابلس، بينما فريق النبشيط كثير رح تكون بمواجهة بطل الدوري. انقطع تنتقل سريعة مع فريق النجمة نادر مطر، بده ينتبهوا كثير منيح. أرض الملعب صحيح ما عم بتشتي، بس كمان الكرة ما رح تكون سهلة أبدا إنه يتنقلوها اللعيبة. حسن العنين يلي حل باللحظات الأخيرة بدلا من علي حميم، هيدا يلي عم نقوله عن أرضية ملعب. وتسديد بعيد بعيد بعيدة، شو عم بيعمل دينيس بالإعادة؟ نرجع بنشوف الكرة والتسديد الضعيف كثير يلي كانت بين إيدين التكتوك، ودائما مصدر الخطورة والتمريرات ألفا بلاير أوف ذا ويك الأسبوع الماضي يلي دائما حسن معتوق عم بيكون متألق. واللاعب الوحيد يلي طبعا أحرز لقب لاعب الأسبوع مرتين هالموسم هو حسن معتوب. انتظار أكيد مشاهدينا رأيكم حول لاعب الأسبوع، مين كان الأفضل محليا بدوري ألفا بالأسبوع 13 عبر هاشتاج أخذ مجده. وبكرة أكيد بتعرفوا النتيجة عبر جولدن بول الساعة 6 المساء، برنامجنا الأسبوع بحلقته الثانية راح يطلع عليكم بكرة ضيف موسى حجاج مدرب طرابلس، هو اللي راح يكون ضيفنا بلقاء أكيد راح يكون مثير والكثير عن كابتن موسى تيخبر عنه، ان كان بالنسبه لمشواره مع فريق العهد وان كان مشواره يلي عم يستكمل بدوري الفا مع فريق طرابلس. اذا بهالاثناء مباراه الاخاء والاصلاح البرج الشمالي بملعب صور عم تنتهي بفوز الاخاء بنتيجه 1-0، هدف سجله طبعا احمد حجازي، وبالتالي الاخاء عم يصير معه 22 نقطة وعم يصعد للمركز الثالث امام الصفا والانصار يلي عندهم نفس الرصيد، لكن فارق المواجهات بالتاكيد رح يصب لمصلحة الاخاء تحديدا على حساب الانصار من بعد ما كان فاز عليه بالذهاب. بالذهاب ايضا كان النجم عم يفوز على النبشيط بنتيجة 2-0 بوقتها حسن معتوق وكبير موسى الغائب الاكبر عن هالمباراة هن يلي كانوا عم يسجلوا، يعني التوقعات كانت بتشير قبل انطلاق مرحلة الاياب انه كبيره رح يغيب اقله ل 15 يوم بعد الشد العضلي والاصابة بالفخذ يلي كان تعرض لها بمباراة ودية امام الراسك خلال الفترة الاستعدادية لانطلاق النص الثاني من الموسم. كبيره لا يزال على خارج مقاعد البدلاء حتى وخارج قائمة النجمة بالوقت يلي من دون شك فرصة لعلي سلمان انه يأكد حضوره ويثبت نفسه، وايضا هناك على مقاعد البدلاء مهاجم واعد اخر كان انضم للنجمة بين مرحلتي الذهاب والاياب هو القادم من المانيا كريم درويش، مهاجم شاب الجهاز الفني النجماوي عم يتوقع له مستقبل كثير كبير. بالاعاده كان في حاله تسلل هون على فريق النبشيط، الركله الحره اللي بنفذها سريعا ياسمين ميتشينوفيتش المدافع المقدوني احدى الجنسيات الجديده يلي عم تنضم لمجموعه الاجانب بدوري الفا. داركو ميتشيفيتش وياسمين ميتشينوفيتش هن يلي عم بيكونوا موجودين بمرحله الاياب مع فريق النجمه بالوقت يلي استخلاص للكره عم يكون من ناحيه النبشيط، تحديدا علي حميه هو يلي عم يحاول ينطلق بمر عن علي سلمان، بيوصل الكره لعند ابراهيم بوحمدان بوسط الملعب. حسين رزق ممتاز جدا هاللاعب راقبوه منيح، عنده امكانيات كثير كبيره بالوقت يلي علي موسى ايضا عم يقاتل على الكره، لكن قاسم الزين كان الاقرب لإله وهو يلي عم يتمكن انه يعيدها لمصلحه النجمه. هيدا حسن العنين مثل ما ذكر فارس عند استعراضنا للتشكيله باللحظات الاخيره وخلال فتره التحميه تم استبدال علي حمام بحسن العنين، كان المفترض علي حمام يبدا المباراه بالوقت يلي كان في كره عرضيه من حسن لمحمد ما في اي لاعب من النجمه ليتبعها، يعني كان جمهور النجمه الكبير ان كان بالملعب او خلف شاشه ام تي في بيامل يشوف علي حمام عم يبلش مباراه اليوم، اللاعب القادم او العائد الى النجمه من ذوبهان الايراني. كره بوسط الملعب مع نادر مطر، منه لعند حسن العنان المتقدم، مع ايضا كره على الجهه اليمنى الى حسن معتوق. حسن معتوق نجم النجمه، كره جميله جدا للعنان، ايضا الكره العرضيه خطيره جدا خطيره جدا، لكن حسن محمد ما تمكن انه يصيب هالكره. الخطوره النجمويه مبكره بالمباراه. هيدا داركو بيلعب لعند ماهر صبره،
التقدم من مدافع النجمة أيضا لداركو ممتازة جدا هجم الكروية، لكن الأقرب لإلك كان إسماعيل فاضل. النجمة عم يضغط ببداية المباراة وبشكل مبكر فارس، هالأمر من دون شك عم نشوف واضح على أرض الملعب الإرباك عند النبي شيت خصوصا عند خط الدفاع يلي متفاجئ باللي عم يعمله النجمة ببداية اللقاء. النجمة عم بيكون بهجوم ناري حاليا باتجاه منطقة جزاء النبي شيت. كرة حاليا مع فريق النبي شيت ومحاولة لبناء هجمة على مرمى فريق النجمة. فريق النبي شيت بيعرف كثير منيح انه ما بيقدر يفتح مجال لهجوم فريق النجمة يقدروا يتحركوا، خاصة مع لاعب مثل حسن معتوق. وفي على أرض الملعب إصابة إبراهيم بحسون، إبراهيم على أرض الملعب مصاب. الحكم الأوبرسي كريستوس نيكولايدس بيطلب دغري من طبيب الفريق الدخول لأرض الملعب لمعالجة إبراهيم بحسون. فريق النبي شيت ونجمة تواجهوا تاريخيا 7 مرات بالإعادة، عم نشوف هون الإصابة، سلامات لإبراهيم. 7 مرات بالدوري، النبي شيت كان عم يربح 2، النجمة 3 مرات، والتعادل كان 2. النجمة سجل 9 أهداف والنبي شيت 6 أهداف. وبكأس النخبة التقوا مرة، الفوز كان كبير لفريق النجمة 4-0 بالإعادة. هالكرة وهالتمريرة داخل منطقة الجزاء، وحسن محمد يلي ما صاب الكرة، يمكن لو صاب الكرة كنا شفنا فرصة خطرة كثير على مرمى فريق النبي شيت. النبي شيت يلي عم يلعب بالتياب الصفر اليوم، وفريق النجمة بالتياب المعتادة، يعني اللون المعتادي اللي هو اللون البيضاء. عباس حسن حارس مرمى فريق النجمة يلي عم يرجع للفريق لحراسة مرمى فريق النجمة مع بداية مرحلة الإياب، من بعد ما كان الحارس الأول وتم استبداله بالحارس علي السبع. الكرات حاليا مع فريق النجمة والتمريرات الدفاعية الخطرة، لأنه فريق النبي شيت عنده لاعبين كثير سريعين هن حسين رزق وعلي الموسوي، بده ينتبهوا كثير منيح دفاع النجمة من هالشيء. حسن العنين بيلعب الكرة أمامية، ما راح يقدر حسن لمحمد. عم قلكم أرضية الملعب يعني صحيح منا مبركة أبدا، بس الأرض موحلة، وهيدا الشيء اللي بده يأخر كثير تحركات اللاعبين. علي حمية بيلعب هالكرة الأمامية برأسه حسين رزق، كرة بترجع لعند حارس المرمى، وضغط عم بيكون من علي الموسوي. عباس حسن بيشتت أحمد جلول ونادر مطر، نادر مطر كرة عم يخسرها فريق النجمة مع رمي التماس. دنس بيحصل على رمي التماس. عم يلعبوا اليوم فريق النبي شيت بأجنبيين مثلهم مثل فريق النجمة، بينما اللاعب الأجنبي الثالث بفريق النبي شيت مايكل مارتنز اللاعب الأورجواياني موجود على مقاعد الاحتياط. فرصة لفريق النبي شيت داخل منطقة الجزاء. حسن العنين لازم يشيل هالكرة. حسن العنين في تسلل، في تسلل كان بهالوقت على فريق النبي شيت. المتسلل كان حسين رزق يلي بياخذ هالكرة وكان بوضع تسلل. الحكم المساعد الأوبرسي أوميروس دغري انتبه لهالشيء ورفع رايته ليعلن عن حالة تسلل، هي الثانية على فريق النبي شيت بهالمباراة، بينما فريق النجمة بعد ما عنده ولا حالة تسلل. 11 دقيقة على بداية المباراة، النتيجة التعادل السلبي 0-0. جمهور نجمة كبير عم بيأذي فريقه موجود فوق المنصة، باعتبار انه كرمال الشتاء اكيد راح يكونوا فوق المنصة الرئيسية. كرة نجموية بتروح رمي التماس لصالح فريق النجمة، بتتنفذ على السريع الكرة، وفرصة راح تكون نجموية مش لوقت كتير لخارج الملعب وركلة مرمى لفريق نبي شيت. ركلة مرمى اذا عند احمد دكتوك باول مباراة عم يخوضها بالوان النبي شيت بعد انتقاله لصفوفه بين مرحلتي الذهاب والاياب. بالمناسبة يعني اخر مباراة لعبها احمد تكتوك انتهت بخساره النجمه امام المحرك البحريني بكاس الاتحاد الاسيوي، عندما كان عم يحرس مرمى النجمه بوقتها 0-1 انتهت المباراه وطرد احمد تكتوك من اللقاء. هيدي اخر مباراه له خاضها مع فريق النجمه. وقت يلي نادر مطر بيحط الكره لعند داركو، نشيط جدا على ما يبدو ببدايه اللقاء داركو، كره ايضا ملعوبه وفي خطا لمصلحه النجمة ولا مصلحة حسن معتو. هيدا تيو بوكر الثعلب الألماني، عمر بملاعب كرة القدم
وبالملاعب اللبنانية للاعب بروسيا دورتموند، دويسبورغ بألمانيا، وشالكة أيضا إضافة إلى الاتحاد السعودي. مسيرة غنية لتيو بوكر إن كان كلاعب أو كمدرب. الوقت يلي حاليا أنا بشيت عم يحاول يضغط، عم يحاول يخرج بالأحرى من الضغط النجماوي مع هالكرة. شوف الضغط الكبير يلي عم يعمله النجمة على الخط الأول مع حسن معطوب، مرة حمزة عبود، أيضا حمزة عبود منتقل من النجمة إلى النبيشيت، مخاض أي مباراة مع النجمة بعد انتقاله إليك. الوقت يلي معطوب يتلعب بالدفاع، بيلعب العرضية إنما مقطوعة من جديد. لحد الوقت النبيشيت عم يصمد تحت الضغط وحصار النجمة مستمر. علي حميه بيقطع الكره من امامه لحسن محمد، رمية تماس نجمويه مع حسن العنان. ممكن كثير نشوف علي حمام بالشوط الثاني من اللقاء بحسب حاجه تيو بوكر لإله. علي حميه لاعب الراسنج السابق مصاب على ارض الملعب، بده يتعرض لاصابه بظهره بعد هالكره يلي تدخل فيها على حسن محمد. علي حميه ما كان في اي خطا بطبيعه الحال، رابع استكمل وعلي حميه رح يتمكن من المتابعه. شوف هيدي هي اللحظه يلي تعرض فيها علي حميه، سقوط قاسي كان على ارض الملعب. عم نقرب اكثر واكثر من اول ربع ساعه باللقاء، والتعادل السلبي لا يزال مسيطر بالوقت يلي على الانطلاقه النجمويه حاليا عم تكون مع نادر مطر. نادر الكره لعند حسن العنان، العنان عم يبحث عن المسانده بيلاقي نادر مطر من جديد. نادر الجلول بالانتظار بعرض الملعب، نادر مطر بغير رأيه شو ممكن يعمل بهالكرة. نادر مطر بحطها لعند داركو، داركو متحرك جدا بالوسط عم بيكون بين منتصف الملعب والطرفين الأيمن والأيسر. بوجود نادر مطر وأحمد جلول بيقدر داركو ياخذ دور هجومي، وهو لاعب يعني كان يلعب مع مينسك ببيلاروسيا كصانع العاب مش كلاعب وسط مدافع. شفت يا بوكر كيف راح يوظف اللاعب يلي عنده امكانات كثير كبيره، هذا الامر يلي بتوافق عليه كل يلي تابعوا تمارين النجمه بالفتره الاخيره، وتحديدا بعد وصول داركو ميتشيفسكي لخوض فتره تجربه ومن بعدها كان عم يوقع على كشوفات النجمه. بالوقت يلي نبيشيت عم يحاول ينطلق بالهجوم حاليا على الجهه اليمنى، حمزه عبود عم يطلب الكره، تبقى مع دينيس بالوسط، دينيس بيسيطر على كرته على الجهه اليسرى من جديد لعند علي حميه، شوي شوي عم يحاول يطلع النبيشيت من ضغط النجمه من لمسه واحده. ابراهيم بوحمدين لدانيس، دانيس التقدم من الرقم خمسه اللاعب الاوغندي من جديد لعند علي حميه. ممتاز جدا النجمه يلي عم يعمله حاليا بالحاله الدفاعيه، رقابه الرجل لرجل مان تو مان بكل مره عم بيكونوا فيها لاعبي النبيشيت بمنتصف ملعب النجمه. هذا الامر عم يضيق الخيارات على اللاعب حامل الكره. شوفوا مثلا بهالحاله دانيس كان كثير ذكي، قدر يكسر الرقابه النجمويه، يهرب ويسمح لزميله او يعطي زميله اوبشن انه يمرر له. لكن المحاوله من الفريق البقاع عم تنتهي بين يدي عباس حسن نجم من جديد. التقدم من الجلول، الكرة الأمامية الطويلة أيضا باتجاهه لحسن معتوب، ممكن تكون الخطورة النجمية بهالكرة. مجددا المواجهة بين المعتوب وحمزة عبود، هل راح يمر الرقم 10؟ المعتوب بيحاول يمر، عم يسقط على أرض الملعب، لكن الحكم شو بيقول؟ شو بيقول كريستوس نيكولايدس؟ ما راح يحتسب ركلة جزاء، راح يحتسب خطأ كريستوس نيكولايدس، لأن سقوط المعتوق كان خارج منطقة جزاء فارس. صحيح، يعني الطريقة اللي أخذها معتوق للكرة كانت رائعة جدا. خلينا نرجع نشوف على الطريقة اللبنانية، أخذها معتوق والخطأ يلي تعرض له واضح كان من إسماعيل فاضل، ركلة حرة من مكان خطر كتير لفريق النجمة، الخطأ واضح، الخطأ أكيد خارج منطقة الجزاء. شوفوا الحكم القبرصي وين كان موجود، قد إيه قريب على الكرة، والركلة الحرة نجموية حسن معتوق. هل رح يسدد مباشرة على المرمى؟ هل رح يمرر؟ خلينا نتابع ونشوف. أحمد تكتوك بيعرف كتير منيح المعتوق كيف بفكر، بس كمان المعتوق بيعرف هالشي. المعتوق بيتقدم بيسدد مباشرة، بتصطدم بالسد الدفاعي والكرة بتروح من فريق النجمة. فرصة كانت مشوية لافتتاح التسجيل رح تضيع، وبتنتقل سريعة مع فريق النبيشيت، والخطأ يلي عم يتعرض له هون حسين رزق، ركلة حرة لفريق النبيشيت. بهالوقت النبيشيت عم يلعب بيعرف كثير منيح انه الخروج بثلاث نقاط مثل ما عمل طرابلس امبارح انجاز، واذا تعادل نقطة بتساعده كثير كمان لفريق النبيشيت.
هيدي حال كرة قدم، دايما على الورق بيكون في أفضلية لفريق على فريق تاني، بس دايما بأرض الملعب يلي بيقاتل يلي بيلعب يلي بيستفيد من الفرص هو رح يكون بالنهاية عم بياخد نقاط المباراة. حمزة عبود أيضا ضد فريقه السابق عم بيلعب، وهيدي المواجهة رح تكون مواجهات فردية مع أكثر من لاعب بمنتصف الملعب. دينيس يلي عم بيحرك وسط فريق النبيشيت، دينيس كمان الكرة معه بفضل يرجعها لحسن هزيمة منه لإسماعيل فاضل. البريشر عم بتكون من لاعبي فريق النجمة والضغط عم بيكون، والكرات الرأسية في إلن. ملك واحد هو ياسمن لهلا من بداية المباراة، هيدا يلي واضح. كرة مع دينيس يلي بيتقدم بيلعب الكرة ناحية اليسار، فرصة لفريق النبيشيت يمكن يشوف الهدف الأول بالمباراة. ما حدا بيعرف شو بدك أحلى من هيك فرصة. هلا النبيشيت عندهم فرصة افتتاح التسجيل، فرصة واضحة. الخطأ كان على مشارف حدود منطقة الجزاء. بالإعادة عم نشوف شو عمل حسين رزق، يا ريت فينا نرجع نشوفها كمان مرة لأنه كان في اعتراض من فريق النجمة. ما في خطأ أبدا بهالكرة، أبدا 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 ما في خطأ. يعني القصة هون الحكم القبرصي ما رأيت عليه الكرة، ما انتبه له. وأرضية الملعب ساعدت حسين رزق ليأخذ الخطأ، ركلة حرة. شوفوا لاعبين فريق النبيشيت عم يحكوا مع بعض، مين بده يسدد؟ مين بده ينفذ هالركلة الحرة بمواجهة المرمى؟ هل رح يكون حمزة عبود؟ عباس حسن يلي عم بيوجه لاعبينه، عم بيوجه السد الدفاعي على اليمين، سكروا الزوايا كلهم، ما لازم الكرة تمرق. يعني هيدي شغلة حارس المرمى، بيقدروا اللعيبة يسكروا جهة وهو بياخذ الجهة الثانية. هل رح يتمكن الفريق البقاعي انه يفتتح التسجيل ببداية هالمباراة؟ كرة أمامية وتسديدة سهلة كثير من حمزة عبود بين ايدين عباس حسن. 20 دقيقة شربين، سريعين كثير، كرة سريعة عم نشوفها من الفريقين، وكل الاحتمالات بتبقى واردة لنشوف الهدف الأول بالمباراة. يعني صحيح بس بأول 20 دقيقة كانوا بينقصنا الأهداف، كل شيء فيه لحد هلا بالمباراة، الفرص موجودة، اللمحات الجميلة أيضا موجودة. النبيشيت كان قريب من خلال الركلة الحرة، قبله النجمة كان بمحاولتين أقرب لافتتاح التسجيل. على كل حال الكرة أمامية حاليا مقطوعة من إسماعيل فاضل، كابتن النبيشيت بحطها لعند دينيس، على كل كرة بيقاتلوا دينيس وأكاتيه، هن مركز التقل بخط وسط النبيشيت بالوقت يلي جلول. يا سلام يا لعيب يا جلول على هالمرور الجميل جدا على الكرة الأمامية. أيضا علي سلمان عم يحاول يقاتل على كل كرة، الكرة بتصير على الجهة اليمنى مع حسن محمد. حسن الرقم 7 لمين راح يحطها؟ حسن محمد بيلعب الكرة باتجاه المعطوب، ومجددا الصعود والى رمي التماس لمصلحة النجمة. هيدا حسن معطوب مصدر الخطورة الدائمة ومصدر الازعاج لكل المدافعين، ومش غريب الطريقة يلي بيتعاملوا فيها المدافعين مع حسن معطوب يلي عم يحصل على خطأ جديد. أكثر اللاعبين بكل بساطة حصولا على الأخطاء لحد الوقت بالمباراة هو حسن معطوب. هون كان تحت رقابة أكاتي وعلي حميه، ومن بعدها كان عم يحصل على الخطا بعد ما حاول يلحق بالكره قبل خروجها من ارض الملعب المعتوق. اذا على تنفيذ الركله الحره، فرح تحمل الركله الثابته اولى اهداف المباراه. المعتوق عم يتحضر لتنفيذ الركله الحره، واكثر من 5 لاعبين من النجمه عم يتحضروا لاقتحام منطقه جزاء النبيشيت. المباراه متوقفه حاليا، والحكم الأول الحكم الأبرسي كريستوس نيكولايدس عم يتوجه باتجاه الحكم الرابع ماهر العلي، ومراقب المباراة حسن هاشم. رح اشوف هل الليزر يلي كان عم يوجهوه المشجعين باتجاه أحمد تكتوك هو السبب بإيقاف المباراة، لأنه كريستوس نيكولايدس بحوار مع مراقب اللقاء حسن هاشم، وعم يترك ملاحظاته من دون شك الحكم الأبرسي
حوالي الدقيقة مرت والمباراة متوقفة بالوقت يلي النجمي عنده ركلة حرة. هيدا أحمد تكتوك أمامنا على الشاشة. والمعتوب بانتظار صافرة الحكم يلي عم تنطلق بهالوقت. المعتوب بيلعب الكرة لداخل منطقة الجزاء بعيدة عن الجميع. بعيدة عن الجميع وماهر صبرا عم يلحق فيها، ما بيلحق فيها ماهر صبرا، حاول ماهر صبرا إنما الكرة سبقته وخرجت من أرض الملعب. رمية التماس رح تكون للنبي شيد. حال الترقب بالتأكيد كتير كبيرة لنتيجة النجم اليوم. من العهد كنقطة أولى ومن الإخاء والصفا والأنصار يلي هن ملاحقي النجمي ليشوفوا إذا قادرين يحصلوا ترتيبهم بالمراحل المقبلة. بالوقت يلي سلام صغرتا كان عم يحقق نتيجة لافتة امبارح بفوزه على الراسينج 2-1 وعم يصير بالمركز السادس ب 20 نقطة، يعني على مسافة نقطتين فقط من ثلاث فرق عم تتقدم عليهن الأنصار والصفا والإخاء. بالوقت يلي الجلول مرة جديدة عم يستعرض مهاراته، لعيب الجلول اليوم عم يقدم لمحات جميلة جدا. حسن العنان بيعكس الكرة، حسن محمد داخل المنطقة إنما أكاتي قدر يقطعها قبل ما حسن محمد يمر ويحاول يسدد. نبي شيت من جديد تحت الضغط. رمي التماس إذن من الحمية طويلة مقطوعة أيضا. الكرة بوسط الملعب، النجم من جديد بياخذ المبادرة وعم يستحوذ مع نادر مطر. الكرة للمعتوق، دائما محاولة إيصال الكرات للمعتوق إنما من المرات النادرة يلي بنشوف نادر مطر عم يلعب تمريرة خاطئة مباشرة كانت إلى خارج أرض الملعب. كرة بالوسط من أكاتي، أيضا المرور حمزة عبود كان عم يطلب الكرة لكن ما بتوصل لعنده، بتروح لعند المعتوق. المعتوق هو يلي عم يروح حاليا، حسن معتوق عم يتقدم بيترك الكرة لعند علي سلمان على الجهة اليسرى. النجمي بهالهجمة شو ممكن يعمل، والسقوط والخطأ لمصلحة داركو ميتشيفسكي. فاول لصالح فريق النجمي. اللاعب يلي الأنظار كلها رح تكون متجهة عليه عبد الرزاق حسين يلي هو بديله للاعب السوري، ناطرين من هاللاعب وناطرين من ياسمن المدافع أيضا بديل محمود فتح الله إنه يكون على أدر الطموحات. الكرة شازت خط الملعب، ما راح يكون في ركله ركنيه، في ركله مرمى لصالح فريق النبي شيط. هيك اندرياس ميكالايدس بيعلي الرايه وبيعلن انه في ركله مرمى راح تكون بالاعاده. الكره اجتازت خط الملعب وهون عم بتشوفوا كنتوا بالصوره بالباك جراوند جمهور النجمه الكبير يلي عم بيتابع المباراه يلي تحدى الظروف كلها اليوم واجا ليتابع فريقه ويشجع فريقه بملعب الرئيس الشهيد رفيق الحريري بصيدا. عباس حسن بيلعب الكره على الجهه اليسرى لعند ماهر صبره. في لاعبين من فريق النجمه ولاعبين من فريق النبي شيط معهم بطاقتين صفر من مباريات سابقه، قاسم الزين وماهر صبره، بينما من فريق النبي شيط علي حميه واكاتي يلي ايضا رصيده بطاقتين صفر. كره مع حسن لمحمد، حسن محمد بيتركها لنادر مطر، نادر مطر بيتقدم على الجهه اليمنى لعند العنين، العنين بمرر لحسن معتوق، حسن معتوق عليه لاعب عليه اثنين دغري. هيدا المطلوب، اول ما يلقط الكره حسن معتوق لاعب ثاني بده يضب على اللاعب يلي بيكون اخذ حسن معتوق تما يتركوه ابدا. فرصة لفريق النجمة، نادر مطر، نادر مطر على حدود منطقة الجزاء بمرر كرة أمامية للمعتوق، ما في تسلل داخل منطقة الجزاء، المعتوق تأخر، يمكن المعتوق اعتقد إنه كان متسلل، كان عنده تردد وقت وصلت له الكرة، وفي خطأ نجماوي بهالوقت، خطأ لصالح فريق النجمة، بالإعادة معتوق ما كان متسلل وفرصة معتوق رح تضيع هون بيبعدها باللحظات الأخيرة. حسن هزيمة ركلة حرة
الحكم كريستوس بيطلب من نادر مطر انه ينفذ الكره على الصافره على الصفيره وتعطي هو القرار بتتنفس الكره. ما راح يقدر نادر يلعبها قبل كل لاعبين فريق النبشيط، 11 لاعب صاروا موجودين ليدافعوا عن مرميهم بهالهجمه، وكل لاعبين فريق النجمه تقدموا لقدام. الفريق النجمه بده الهدف الاول بالمباراه، النبشيط عم بيمنع هالشيء. نادر مطر بيرفع الكره داخل منطقه الجزاء، الكره الراسيه من علي سلمان ما راح توصل مثل ما لازم، الضغط نجماوي، احمد جلول بيلعب الكره عاليه، الكره اماميه لعند نادر مطر وبتنبعث لخارج الملعب، ركله ركنيه راح تكون لصالح فريق النجمه. النجمه بضغط عم بيكون كبير على مرمى فريق النبشيط بعد مرور 28 دقيقه على بدايه اللقاء. هيدي الركله الركنيه الثانيه لفريق النجمه وبتتنفس داخل منطقه الجزاء، الخطر موجود بيبعدها دفاع فريق النبشيط، حسين رزق بشتتها لخارج منطقه الجزاء. حسن محمد شو راح يعمل بهالكره؟ لمين بده يمرر؟ بغير اتجاه الكره ناحيه اليمين لعند داركو، داركو بلم الكره، لاعب رايق كثير شربيل داركو، مبين يعني لمسته واضحه عم بتكون رايق، بيلعب الكره السهله ما عم بيلعب ابدا الكرات الصعبه. وكوتش تيو بوكير بنعرف قد ايه دايما بميل الى اللاعبين الاوروبيين يكونوا بصفوفهم بالوقت يلي ماهر صبره، الخطوره من ماهر صبره بهالكره الراسيه والتكتوك عم يمنع فريقه السابق من افتتاح التسجيل، انجاز يحسب بالفعل لحارس مرمى النبشيط مع الفرصه الخطره كانت لمصلحه النجمه داركو لعند الجلول من جديد. النجمه وبالهجوم ياسمن بيلعب الكره الطويله لكن لمين؟ لعند العنان، ممتاز جدا على المسطره من ياسمن. نادر مطر هو اللي عم يتقدم عم يعكس الكره العرضيه، ايضا الخطوره موجوده من جديد مع ماهر صبره باتجاه حسن محمد، الخطوره والتسديده والتسديده كانت من اخطر المدافعين من دوري بدوري الفا من دون شك. ماهر صبره الكره من جديد العرضيه والراسيه من الصبره، لكن طبعا التكتوك كان على مسار ماهر صبره بالمناسبه، يعني مع نور منصور ومع زين طحان هن ثلاثه اكثر اللاعبين المدافعين تسجيلا للاهداف بدوري الفا الموسم، ثلاث اهداف كل واحد منهم سجل بالاعاده مره جديده. كروس ممتاز كان من العنان وارتقاء للكره بالراس اكثر من ممتاز كان من ماهر صبره، لكن الكريدت الكبير بيروح لاحمد تكتوك بالوقت يلي ماهر صبره مصاب على ارض الملعب بعد محاولته الثانيه. دائما بزيد ماهر صبره، دائما بيكون له مشاركه بالحاله الهجوميه ودائما مؤثر بالتشكيله النجمويه، كان سجل ثالث اهدافه بالمرحله الماضيه بمواجهه الشباب العربي. بالاعاده مره جديده اللقطه يلي اصيب فيها ماهر صبره بعد التدخل من حسن هزيمه، يعني محظوظ حسن هزيمه، لو ماهر صبره قرر ما يسدد قرر يوقف على الكره يحاول يمر كان حسن هزيمه بطريقه لاجتياح ماهر صبره، وبالتالي كنا رح نشوف كريستوس نيكولايدس عم يشير لنقطه الجزاء. هذا هو جمهور النجم الكبير الموجود اليوم والمحتجد المحتشد بمدرجات ملعب صيدا تماما فوق المنصه الرسميه. هرب من الشتي بالتاكيد لكن دائما حاضر لمؤازرة فريقه المفضل. قبل ساعات على انطلاق المباراة كان توافد النجمويين إلى مدينة صيدا. تكتوك الكرة للأمام تروح مباشرة عند العنان ومنه عند عباس حسن، يعني مش مستغرب أبدا نشوف عباس حسن اليوم بحراسة مرمى النجمي. مع تيو بوكير كان سجل حضوره الأول بالملاعب اللبنانية تحديدا مع المنتخب الوطني اللي كان له مسيرة رائعة بقيادة الثعلب الألماني. حسن محمد عم يعود للخلف تحت الضغط، كرة بوسط الملعب مع الجلول، الكرة الطويلة من الجلول مقطوعة بالرأس ما بتوصل لعند حسن معطوق، بتروح لعند أكاتي التوغولي منه لعند دينيس الأوغندي، حمزة عبود من جديد لعند دينيس، صلة الوصل بين الدفاع والوسط دائما عم بيكون حمزة عبود، الكرة الأمامية على الموسى وما بتوصل، دفاع النجم لحد الوقت ثابت بمكانه، قاسم الزين وياسمن ماتشينوفيتش عم يقدروا ينظفوا المنطقة بشكل كثير منيح، ما في أي خطورة كبيرة على مرمى عباس حسن، ما تجرب عملياً عباس حسن بأي كرة لحد الوقت. حسن محمد عم يستلم، حسن
تحت رقابة إبراهيم بوحمدان اللي عم يقطع الكرة إلى رمي التماس. هذا الأمر يلي بيميز لاعبي أنا بشيد، الكل بيدافع والكل بيهاجم. إبراهيم بوحمدان واحد من اللاعبين يلي تميزوا بالمباراة أمام الأنصار بالمرحلة الماضية. كرة بوسط الملعب مع داركو سريعا لعند نادر مطر، منه لعند العناد متقدم دائما، عم يزيد دائما على الجهة اليمنى. لاعب الوسط يلي بيقدر أيضا يلعب دور جيد عندما يكون بمركز الظهير الأيمن بالوقت يلي قاسم الزين بحط الكرة خارج أرض الملعب، يعني فضل يلعب مبدأ الأمان وما يخاطر أبدا قاسم الزين. دينيس مقطوع من العنان مرة جديدة، أكاتي إبراهيم بوحمدان حسين رزق نجم فريق نابشيت الموسم وأفضل هدافينه، بحركها لعند دينيس، منه لعند أكاتي بوسط الملعب. شوفوا كيف محاصرينه للاعبي النابشيت، الرقابة يلي عم يعملوها، دفاع الرجل لرجل مان تو مان يلي عم يعتمدها فريق النجم فارس بملعبه، ما عم بتخلي النابشيت يقدر يطلع بالكرة. كمان فريق النابشيت بده يعمل، نرجع بنقول حسابات، إذا تقدم بده ينتبه من الهجمات المرتدة لفريق النجمة يلي بتكون سريعة كثير، خاصة مع حسن محمد، حسن معتوق، مع نادر مطر وعلي سلمان يلي بيقطع هالكرة، والتمريرة الخاطئة يلي كانت بيطلع لمين بده يمرر، بيتقدم بمرر لحسن معتوق، حسن معتوق بعد الكرة معه، ست لاعبين من فريق النجمة بالهجوم حاليا، داركو، داركو لنادر مطر، نادر مطر على الجهة اليمنى لعند حسن لمحمد، حسن لمحمد لمين؟ مش لحدا ابدا هالتمريرة لأكاتي، تمريرة خاطئة يلي عم يعتمد على الكرات الطويلة، قاسم الزين لعند ياسمن بيرجع الكرة، يعني لهلا عم بيكون نوعا ما مرتاح فريق النجمة من ضغط لاعبين فريق النابشيت. نادر مطر على الجهه اليمنى بيتقدم نادر وبيتعرض هون للعرق اللي عم بيطالب بخطا، الحكم بيقول ما في شيء، نادر لحاله زحط ونادر مستغرب هون، والفرصه رح تكون لفريق النابشيت لينفذ رمي التماس بالاعاده. الاحتكاك يلي صار والكره نجمويه، نادر مطر بهالوقت لعند احمد جلول، احمد جلول بمرر لحسن معتوق، حسن معتوق بيرجع دائما لياخذ الكره لينطلق ليجرب يدخل علي سلمان، ايضا الضغط كبير، ما تنسوا منا سهله ابدا يتحركوا لاعبي فريق النجمه بظل هالتكتل الدفاعي الكبير لفريق النابشيت. اليوم الفريق الاصفر بالدفاع عم بيكونوا كتار دفاعيا، هاي التعليمات واضحه من احمد حافظ، ممنوع ممنوع يتحركوا لاعبي فريق النجمه، ممنوع يلاقوا المساحات ويتحركوا مثل ما بدون، هيدا يلي طالب احمد حافظ من الفريق، وخطا بهالوقت عم بيكون من حمزه عبود وعم بيحصل على بطاقه صفراء. حمزه عبود اول انذار بالمباراه بعد الخطا على اللاعب الاكثر تعرضا للاخطاء بدوري الفا لكره القدم حسن معتوق. حمزه عبود بياخذ البطاقه الصفراء الاولى بالمباراه، بده ينتبه كثير منيح، دائما اللاعب يلي معه بطاقه بده ينتبه من اي خطا ثاني بيستوجب البطاقه الصفراء، وهذا الخطا شوفوا قد ايه كان قريب من الحكم القبرصي، كان حوالي المتر، وحمزه عبود اول انذار عم بياخذ بهالمباراة، وخطأ جديد أيضا على حسن معتوق، الخطأ عم بيكون من أكاتي اللاعب التوغولي بالإعادة. حسن معتوق بياخذ الخطأ وركلة حرة مع المعتوق أيضا يلي رح ينفذها. حسن معتوق اللاعب رقم 10 بصفوف فريق النجمة، بيتقدم بيلعب الكرة داخل منطقة الجزاء، ورأسية عالية بعيدة كثير عن مرمى الحارس أحمد تكتوك. 36 دقيقة ونص على بداية المباراة والنتيجة ما زالت التعادل السلبي 0-0. النجمة عم يعجز هلا عن افتتاح التسجيل، عن هز الشباك، فريق النابشيت عم بحقق المطلوب منه لهلا أن يحافظ على مرميه ويقدر يعتمد على الهجمات المرتدة، هذا المطلوب منه من بداية المباراة. كرة عالية هون بيتدخل قاسم الزين وبيرتكب الخطأ،
على أرض الملعب حسين رزق بعد الخطأ الواضح يلي كان من قاسم الزين. فريق النبشيت على التنفيذ هالركلة الحرة مع اسماعيل فاضل لاعب يلي برز بصفوف فريق شباب الساحل. كرة بمنتصف ملعب تماما، اسماعيل فاضل بيلعب الكرة أمامية، دايما الخطر موجود وقت تكون الكرة مع ابراهيم ابو حمدان مع علي الموسوي مع حسين رزق، يعني انطروا الخطر يكون موجود بأي لحظة من فريق النبشيت. هذا اللي عم نقوله، هذا الموسوي، الموسوي بيرفع الكرة بين ايدين عباس حسن من دون أي مشكلة أبدا. 38 دقيقة على بداية مباراة شربيل، والنجمة بعده عم بفتش عن الهدف الأول بالمباراة. بالوقت اللي حسن معطوق أيضا عم بيكون محور الهجمات النجموية مع الكرة اللي عم يلعبها لعند حسن محمد على الجهة اليمنى. منه لعند العنان أيضا التمريرة جميلة نادر مطر، شو ممكن يعمل تمريرة وراء أروع لحسن معطوق يلعب مور حسن معطوق، ومن جديد التكتوك رائع جدا كان التكتوك، ولو انه تسديد المعطوق كان بالامكان انه تكون اقوى انه تكون افضل لانه واجه التكتوك بشكل مباشر وجها لوجه من جديد مع زميله السابق. رائعه جدا هالمحاوله النجمويه والاروع كان التكتوك، شوفوا من جديد الشمل الكروي الرائع من العنان لنادر مطر باللمس يا لعيب المعطوق العب بهالمرور عن اكاتي والتسديده، لكن التكتوك انقذها ومن بعد حسن هزيمه ايضا كان عم يبعدها بالاعاده مره جديده تمريرته لنادر مطر لحسن معطوق، يعني معطوق بيعمل اشياء ما ممكن تتوقعها، ما ممكن تتوقع انه يمر بهالمساحه الضيقه جدا عن لاعب مثل اكاتي. التعادل السلبي لا يزال مسيطر من جديد العنان، الجهه اليمنى هي الجهه الاقوى عند النجمه، هي جهه التموين عم بتكون بالوقت يلي الجهه اليسرى عم بتكون عم تواكب الكرات العرضيه تحديدا. ماهر صبرا المتقدم دائما، ياسمن ماتشينوفيتش المدافع المقدوني منه لعند قاسم الزين، هالمره داركو ميتشيفسكي هو اللي عم يستلم، داركو التمريره ممتازه جدا عند العنان، العنان منه لعند المعطوق الكره العرضيه مطلوبه حاليا، معطوق عم يتقدم بيلعب العرضيه والى ركله ركنيه نجمويه قبل خمس دقائق تماما على نهايه الشوط الاول وانتصاف اللقاء. كورنر الثالث لمصلحة النجمة. هيدا التكتوك عم يتحمل الضغط الأكبر لحد الوقت، ضغط الهجمات النجموية المتواصل. نادر مطر بيلعب الكرة لداخل منطقة الجزاء، الخطورة كادت تكون كرة كيف مرت عن علي سلمان وعن لاعبي النجمة، خطيرة جدا كانت هالمحاولة النجموية من الركنية. الجلول بالإعادة عم نشوف نادر مطر لعب العرضية، علي سلمان يلي طلع برأسه لاعب يتمتع بالطول بيقدر كان بالتأكيد يوصل لها الكرة، التوقيت فقط هو الأهم بالكرات العادية عند لاعبي كرة القدم، التوقيت علي سلمان ما سمح له يقدر يحول هالكرة بالشكل المناسب أو مثل ما هو كان بده. حسن محمد لعند الجلول، كرة لعند داركو، داركو التمريرة الطويلة باتجاه حسن محمد، ممتازة تمرير داركو أيضا حسن محمد بمرة واحدة والرأس من علي سلمان وسهلة جدا عند أحمد تكتوك. بالإعادة مرة جديدة عم نشوف هالمحاولة من حسن معطوق والإنجاز الجديد من أحمد تكتوك، عم يقدر لحد هالوقت أحمد تكتوك يحافظ على نظافة شباكه، وآخر مباراة حافظ فيها على نظافة شباكه كانت بمواجهة منصور بالأسبوع ال 17 من الدوري بالموسم الماضي. هذا بالنسبة لأحمد تكتوك، لكن الموسم الماضي بيبقى بالماضي، اليوم الأهم بالنسبة له والنبشين الخروج بنتيجة إيجابية. حسن العنان، عاصم الزين سريعا للأمام، علي سلمان
سلمان بيتدخل بالراس لعند المعتوق، المرور لعند نادر مطر، نادر منه لعند علي سلمان، اول مره بيكون موجود خارج منطقه جزاء الرقم 25. راح يلعب الكره للمعتوق، بالفعل هالامر عم يحصل. الوقت يلي كان في خطا على ما يبدو من علي سلمان على علي حميد، هيدا الامر يلي عم يشير له حكم الراية اندرياس ميكاليدس الحكم المساعد الاول. هتشوفه بالاعاده مره جديده. هون استلم المعتوق مع علي سلمان، كان احتك بعلي حميد والخطا كان موجود. ركله حره راح تكون للنبي شيد، يعني بظل الضغط الكبير تنكوه اعيين فارس، بظل الضغط الكبير يلي عاناه النبي شيد بالشوط الاول، راح تكون نتيجه جيده له الخروج بالتعادل السلبي من النجمي. في حال طبعا انتهى الشوط الاول عند التعادل السلبي، يعني هيدا اكيد يلي عم يهدف له النبي شيد، انه اذا ما سجل ما يدخل مرمى ولا هدف. شيد حاليا بالهجوم وكره راسيه بالقائم، كره راسيه بالقائم من فريق النبي شيد يلي كاد يهز بس حسن. ركله ركنيه راح تكون لصالح فريق النبي شيد. بالاعاده بنرجع بنشوف الكره الراسيه رائعه جدا، وكادت تخدعه لعباس حسن، اصطدمت بالارض وتحولت دغري للقائم الايسر. هيدا يلي عم نقوله، فريق بيقدر باي لحظه يسجل بمرمى فريق النجمه. وفي خطا، في خطا عم بيكون بهالوقت لصالح فريق النجمه، والخطر فريق النجمه ما سجل لهلا، بس فريق النجمه كمان ما دخل مرمى. المباراه سلبيه من ناحيه اذا بدكم الاهداف، والمرحله اذا بنطلع لهلا المرحله 13 لهلا عم تشهد تسجيل بس 8 اهداف، وهي نسبه كثير ضئيله. حسن معتوق داخل منطقه الجزاء، حسن معتوق بده كثير منيح دفاع النبي شيت، لانه اي خطا على المعتوق معقول يكلفهم ركله جزاء بنالتي. على الجهه اليمنى حسن لمحمد، حسن لمحمد يلي عم يجرب الكرة، مطلوب منه اكيد هاي التعليمات بكر يتقدم على الجهة اليمنى، يمول الهجوم بالكرات، يرفع داخل منطقة الجزاء بالإعادة. الكرة يلي كادت تخدعه لعباس حسن، ابراهيم محسون يلي كان بيسدد ركلة ركنية. هل راح يتمكن النجمة انه يهز الشباك؟ نحن عم نوصل للوقت الاضافي للشوط الاول. ماهر العلي اللي عم يرفع دقيقتين وقت محتسب بدل عن ضائع، راح يكونوا قدام الفريقين، يا بده يظهروا بنتيجه 0-0 يا حدا منه راح يقدر يهز الشباك. نادر مطر والركلات الركنيه خطره، بيرفع الكره داخل منطقه جزاء، فرصه لفريق دجمي. شو بدكم بعد؟ شو بدكم لتهزوا الشباك؟ وتسديده عاليه عم بتضيع فريق النجمة، ما عم بيصدق حسن معتوق شو صار، علي سلمان شو عم بيصير؟ كان بدها لاعب ينكزها، شوفوا أول الكرة، كان بدها لاعب هون من فريق النجمة ينكزها داخل المرمى، كاد ياسمن هون يهز الشباك، وبالنهاية المعتوق يلي سدد والتكتوك على أرض الملعب ليهدي هالفورة النجموية الكبيرة يلي كادت تأدي للهدف الأول بالمباراة. أحمد تكتوك يلي عم يدخل الجهاز الطبي لفريق النبي شيت لمعالجة حارس المرمى، يلي لهلأ فينا نقول عم بيقوم بوجباته الكاملة 10 على 10، عم يمنع المد النجماوي والنجوم النجماوي من افتتاح التسجيل بهالشوط الأول. يعني شربل لهلا اكثر المبسوطين بهالنتيجه مع الاعاده هو فريق عهد بالدرجه الاولى لهلا، اذا النتيجه بقيت على حالها، واكيد الفرق يلي لاحقه فريق النجمه بالترتيب. يعني بدون شك مثل ما ذكرنا فارس الانظار لهالمباراه، نجمه والنبي شيد قبل اقل من 30 ثانيه على نهايه الشوط الاول التعادل السلبي. احمد تكتوك رح يقدر يتابع المباراه من دون شك لحد هالوقت، واستنادا الى ظهوره الاول بالوان النبي شيد صفقه رابحه. التكتوك قدومه الى الفريق البقاعي لحد الوقت هو يلي مخلي التعادل السلبي يكون بهالمباراه، بالوقت يلي حاليا الكره من داركو بتلعب على الجهه اليمنى لحسن لمحمد،
لمحمد، انتهى الوقت المحتسب بدل عن ضائع، لكن بعض الثواني راح تزيد طبعا بعد سقوط احمد تكتوك بالوقت اللي علي سلمان عنده الخطوره داخل منطقه الجزاء. كيف راحت الكره، كيف ضاعت على علي سلمان وحسن معتوق، ما معقول، غريب يلي عم يصير، غريب يلي عم يصير داخل منطقه جزاء النبي شيد بالوقت الرقابه يلي عم يفرضها تحديدا على حسين رزق. ايضا هي من النقاط يلي فينا نشير لها بهالشوط الاول، الرقابه يلي عم يفرضها على حسين رزق عم تشل حركه هداف النبي شيد. الكره حاليا بالخلف مع تقدم كابتن النجمي قاسم الزين، منه لعند الجلول، جلول عم يخسر الكره، ومع الحكم القبرصي كريستوس نيكولايدس عم يعلن عن نهايه الشوط الاول بين النجمي والنبي شيد بالتعادل. بشوط اول كان جميل جدا، مباراه هجوميه، لقطات فنيه حلوه كثير تبعناها سوا، وايضا فرص خطره على المرميين. النجمي كان عنده فرص، والنبي شيد كان عنده فرصه خطره جدا، راسيه ابراهيم بحسوني من القائم الايسر. انا برايي الشوط الثاني بيقعد بالكثير، لكن من هلا لوقتها بنعود الى استوديو التحليلي مع الزميل جورج السويدي، وبعدها بنكون انا وياكم وفارس لمتابعه الشوط الثاني.